في إطار برنامج الحكومة اللي منبثق من تعهدات سيد رئيس الجمهورية، والنقطة المحورية اللي هي الانتقال التقاوي. في إطار هذا الانتقال التقاوي في برنامج موضوع من بين النقاط الانتقال التقاوي هو انتقال الطاقة الكهربائية من الطاقة التي تنتج عن طريق الغاز الطبيعي، راح نتحول إلى إنتاج من خلال الطاقة الشمسية لكن بقدرات عالية. يعني حتى الآن عندنا 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر التراب الوطني، راح نمر بسرعة إلى 4000 ميجاوات. 4000 ميجاوات اللي راح تعوض 4000 ميجاوات من الطاقة التي تنتج الآن في محطة توليد الكهرباء اللي نعيطولها لسيكلوسان عن طريق الطاقة الغازية فقط. فهذه 4000 ميجاوات لازم ننتجها بسرعة، يعني في الـ3 سنوات القادمة، لكي نغطي هذه الطاقة اللي تنتج الآن عبر محطات توليد كهرباء من الغاز الطبيعي فقط، ونواصل في نشاطنا في إنتاج الكهرباء عن طريق محطات توليد الكهرباء الكومباين سايت، يعني ليكونوا تستعمل الغاز والبخار لإنتاج 30% أقل من استهلاك الغاز في هذه المحطات، وكذلك توزيع وكذلك تكثيف استعمال الطاقات المتجددة من الألواح الضوئية الكهروضوئية والمحطات الأخرى كالرياح وكذلك البيوماس. كل هذا الشيء راح تشاهدون تنوع في